first by bombs and bullets, now combined with occupation-sponsored famine and disease. Gaza has witnessed life destroyed. It needs life to be restored, and it needs it right now. أولاً جرى القنابل والرصاص، والآن أصبحت مقرونة بالمجاعة والأمراض التي تأتيهم بدعم من الاحتلال. لقد شهدت غزة دمار الحياة، وهي بحاجة لاستعادة الحياة إليها، والآن وليس غداً. نحن نؤيد وندعم بشكل كامل مقترح الأمين العام للأمم المتحدة من أجل حملة تطعيم عاجلة ملحة كي نوقف انتشار هذا المرض، وإن أي عرقلة لجهود من هذا القبيل لن تكون سوى برهان وإثبات إضافي على نوايا الإبادة الجماعية التي تضمرها إسرائيل وبحق شعبنا والإجراءات التي تطبق ضده. وقد قال الأمين العام أنه في هذا الشهر أنهم بحاجة إلى إطلاق حملة للتطعيم داعيا إلى ضرورة تنفيذها في هذا الشهر، فهل نحن بصدد دعمه في تنفيذ حملة التطعيم والوقف لإطلاق النار الذي يدعو به؟ هدنتان، كل واحدة منها مدتها 7 أيام، بما يتيح تطعيم أكثر من 640,000 طفل فلسطيني دون سن العاشرة، وذلك لإنقاذهم من الإبادة الجماعية التي يتربص بهم، أم مجرد نثني على ما يقوم به ونكتفي بالجلوس في مقاعدنا؟ هل سنسير إلى جانبه وإلى جانب الأفرقة والطواقم الطبية كي نذعن لهذا النداء العاجل الذي أطلقه والداعي إلى إنقاذ أرواح أكثر من 640,000 طفل في غزة؟ الحد الأدنى يمكن تقومون منه، وإذ تعكفون على النقاش وإذ تعكف جهات الوساطة على محاولة التوصل إلى اتفاق بخصوص وقف إطلاق النار في الأثناء، هل سنسمح لهذه البادرة أو الدعوة المحددة والمحدودة من أجل حمل التطعيم؟ هل نسمح لها بأن تتم أم لا؟ هل سنسير إلى جانب الأمين العام وأفرقته لترجمة ذلك إلى واقع؟ أعلم أنه ما من شخص لديه ذرة إنسانية فيه يمكن أن يعارض مثل هذا النداء الذي أطلقه. هل سنسمح لبلد واحد أن يستخدم حق النقد إزاء كل إجراء بما في ذلك إجراءات تطعيم 640,000 طفل فلسطيني من عدمها كي يحصلوا على المطاعم والأمصار أو جرعتين من المطعوم على التعاقب وبفترة فاصلة قوامه أسبوع أو أسبوعان؟ هل سنسمح لهم ذلك ونسمح لهم بأن يوقفنا أولئك الذين مصرون على إدامة الحرب والإبادة الجماعية بحق شعبنا؟ في المرة الماضية تحدثت لكم، سألتكم متى ستتحركون؟ هذه مهمة صغيرة محدودة، هل ستتصرفون على الأقل لتنفيذ هذه البادرة والمهمة الإنسانية الصغيرة لإنقاذ حياة الأطفال، أم تراكم ستخفقون في الاختبار مجددا؟ كذلك نحن نشاطر الأمين العام تقييمه فيما نصوا أن المطعوم الأجدى لشل الأطفال هو السلام والوقف الإنساني الفوري لإطلاق النار. انتهى الاقتباس. إن المجتمع الدولي وهذا المجلس لقد طالب غير مرة منذ أمد بوقف إطلاق النار، ومع ذلك الفضائع المروعة تستمر. سيدي الرئيس، إن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة شهد بل ولمس من خلال دفع الثمن بأجسادهم وأرواحهم التخطيط
الممنهج لانهيار كل متطلبات الحياة في غزة وتدميرها، وانهيار المنظومة الصحية تحت وقع الهجوم الإسرائيلي، وانهيار المنظومة التعليمية من خلال تدمير المدارس والجامعات، وانهيار ما تبقى من مجرد أدنى شعور بالأمن من خلال تدمير جميع البيوت والمنازل تقريبا، وقصف الملاجئ والمآوي والخيام وكل ما أطلق عليه مناطق آمنة، ويشهد انهيار الهياكل والمنظومة الاجتماعية جراء النزوح والموت. ومع ذلك إسرائيل لم تكتفي وتداوم على التهديد والتلويح بإيقاع المزيد من الموت والدمار. هذه الحكومة الإسرائيلية لا يهمها، لا يهم حتى أمر وصالح مواطنيها، وتقتل الرهائن وتتبجح بأن استعادت جثثهم، بينما كان بوسعها أن تؤمن إطلاق سراحهم أحياء. ولكن من الواضح أنها تهتم أكثر لقتل المدنيين، قتل الفلسطينيين، أكثر من اهتمامها بإنقاذ الإسرائيليين. لذلك أولئك الذين يريدون أن يضعوا مصير شعبنا بين أيادي هذه الحكومة الإسرائيلية على أمل أن تتصرف بحسن نية، هم جانبهم الصواب تماما، وهذا ما ثابت بشكل مأساوي يوميا. لا بد من وقف فوري لإطلاق النار الآن، اتساقا مع مقتضيات ومفاعيل القرار 2735، ودون فرض أي شروط إضافية ولا مطالب تعكس سوء نية تعارض روح ونص القرار، والتي تهدف بشكل واضح إلى إخراج الجهود المبذولة عن مسارها وعدم التوصل لوقت إطلاق النار على أكثر من شهرين ونصف من حالة بينكم وبين تنفيذ مقتضيات القرار 2735، والذي يبدأ أصلا بالنص على وقف إطلاق النار ويضمن إطلاق سراح الرهائن والسجناء، والذي يدعو إلى دخول المساعدات الإنسانية بالكميات المطلوبة بما يلبي احتياجات شعبنا، وحتى أنا على الأقل 600 وفق كلمات الرئيس بايدن أن نسمح بدخول 600 شاحنة مساعدات بشكل يومي. من حال بينكم من وبين تنفيذ هذا القرار؟ من يوقفكم؟ من يمنعكم من أن تقولوا أن في التاريخ الفلاني الفلاني في الساعة الفلانية يدخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، ونرى من سوف يسمح بذلك، وحينها نرى بكل وضوح من حال دون ذلك ومن لن يسمح بتنفيذ وقف إطلاق النار، وبالتالي جعلهم يتحملون تبعات رفضهم للإذعان لإرادة مجلس الأمن الصادرة في قراراته. هل أنتم على استعداد كي تقولوا اعتبارا من الاثنين القادم في 12 ظهرا بتوقيت القدس يدخل حيز وقف إطلاق النار حيز تنفيذ؟ هل أنتم على استعداد؟ هل أنتم راغبون في التحرك والتصرف على أن تقوموا بشيء، تفعلوا شيئا ما بناء على ما أقررتموه من قرارات، أم أنكم تراكم تريدون أن تستمروا في منح الذرائع للسلطات الإسرائيلية القائمة بالاحتلال كي تستمر في قتل الشعب الفلسطيني؟